أهلا بكم في الجزء الثاني من حوار القاهرة. قبل عدة أيام افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الميناء النهري في دمياط ودشن خط للنقل ما بين محافظة دمياط والقاهرة، خط نقل على نهر النيل، النهر الذي تطل عليه 18 من محافظات الجمهورية. هذه الخطوة تعتبرها الحكومة خطوة كبرى للاهتمام بمنظومة النقل النهري من أجل المساهمة في حل أزمة المواصلات وأزمة المرور. لكن ورغم ذلك، رغم هذه التجربة، هناك العديد من المشكلات التي تواجه منظومة النقل النهري، منها وأهمها أن المعديات أو المراكب الموجودة في نهر النيل مملوكة للقطاع الخاص مثل هذه المعدية. هناك شكاوى من أن هذه المعديات بعضها ليس لديه أي ترخيصات رسمية، وربما يعني يتذكر المصريون حوادث كثيرة وقعت بسبب هذه المشكلات، لعل أهم هذه الحوادث المؤسفة التي علقت في ذاكرة المصريين غرق عبارة أو غرق مركب ومعدية الوراق قبل فترة في الصيف الماضي، عندما راح ضحية هذه الحادثة حوالي 40 من المواطنين المصريين. كيف ستكون الصورة عندما ستهتم الحكومة بمنظومة النقل النهري؟ هل ستتغير إلى الأفضل أم لا؟ هل ستكون هناك إرشادات لأصحاب المعديات؟ هل ستكون هناك اعتماد بشكل كبير على هذه المعديات في النقل بشكل عام بين المحافظات؟ هل سيكون الأتوبيس النهري الذي أعلنت عنه الحكومة والتي ستعمل على انتشاره في المحافظات المطلة على النيل، هل سيكون هذا بديلا مناسبا لحل أزمة المرور أم لا؟ ما هي المشكلات التي تواجه أصحاب المراكب وأصحاب المعديات، وما هي مطالبهم من هيئة النقل النهري؟ كل هذه الأسئلة سنحاول التعرف على إجابات لها من خلال لقاءات سنجريها هنا على متن هذه المعدية مع المواطنين وأيضا مع أصحاب المعديات وأصحاب هذه المعدية بالذات. لنشاهد معا. تستخدم المعدية كل قد ايه؟ تقريبا يوميا، يعني رايح الشغل جاي الشغل كده. من فين لفين؟ من هنا من مانيال للمعادي. مانيال شحن المعادي؟ اه. طب بتستخدمها ليه؟ هي اسهل حاجه بالنسبه لي، لان عشان هركب للجيزه وبتاع، فدي بتبقى لفه كبيره وبتاخد وقت معايا اطول، طبعا مع الازدحام الشديد اللي هو حاليا احنا فيه، فدي بتختصر الوقت ليا يعني كبير قوي كده. حاسس انه المعديه امنه، فيها ادوات انقاذ؟ هي كانت الاول، لكن الوقت اصبح ان هو ما فيش اهتمام، هو عاوزين يعني هم نفسي ان هم يجددوا اللانشات ونفسي يجددوا الحاجات ديت، لان هي لو تجديد ده ليهم ولينا احنا، امان لينا احنا ومصلحه ليهم هم كمان، ان هي بتزود انتاج وتزود فلوس معاهم، فيا ريت يعني يهتموا شويه بشكل. طيب لما حصلت حادثه معديه الوراق خفتوا قلقتوا؟ اكيد طبعا اي حد هيخاف، اي حد بيستخدم اي معديه، مش هنا بس، مش تحت شرط هنا، في الحوامديه في اي حته هيخاف. والله وسيلة مواصلة في منتهى السهولة جدا، إن المواصلة الوحيدة اللي بتحصل إنه على الدائري من المنيب، فبناخد في حدود ساعة ونص، أما دي في حدود 3 4 5 دقايق كتير قوي. لما الحوادث بتاعت المعديات اللي حصلت دي ما خوفتكش؟ لا خوفتنا طبعا، بس أنا هنا في المعادي بقالي 30 سنة ما حصلتش أي حادثة هنا. على المعديات اللي هي زي هي دي المعادي بالذات حضرتك؟ لا، هي المعديه دي بالذات شغاله بقالها اكتر من 30 سنه. ما حصلتش حادثه، يعني امان يعني. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة وبركاته. هل بتعتمد على المركب دي أو المعدية في انتقالاتك بشكل مستمر بشكل أساسي؟ أنا بشتغل مدير إدارة الوعظ في جنوب القاهرة في المعادي، وأنا من العياط فبركب من المانيال وبعدي على طول. هل بتحس بقلق مثلا من إنه بعض المراكب دي ما يكونش فيها وسائل الأمان؟ والله احنا بنعدي على طول، ما فيش مشكله يعني.
خلينا على الله يعني. يعني على الله ان شاء الله. لما سمعتوا بالحوادث اللي وقعت في غرق المراكب والمعديات هل قلقتوا؟ اكيد طبعا، لازم يبقى في انقاذ نهري ولازم يبقى في وسيله تنقل الناس امنه ومستقره. بس طب احنا سمعنا دلوقتي انه في حاجه اسمها تاكسي النيل او تاكسي النهري هتعمله الحكومه، ايه رايك فيه؟ كويس بس مكلف جدا للطبقه هنا يعني. يعني هنا وسائل النقل دي اللي احنا فيها المعديات دي ارخص؟ رخيصه جدا طبعا. يعني انت عشان تنقل من مانيا لشيحه للمعادي تدفع 2 جنيه او جنيه ونص، حاجه بسيطه، لكن التاكسي تدفع 15 جنيه او اكتر، تبقى مكلفه يعني. هيبقى لطبقه معينه. طب بالظبط، هيبقى يعني مناسب لطبقه معينه او شريحه معينه من الناس يعني، مش كله. احنا في رحلة العودة على متن هذه المعدية من منطقة مانيا الشيحة إلى المعادي، نواصل لقاءاتنا مع المواطنين. السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله. تستخدم المعدية كل يوم؟ شبه يوميا يعني إلى حد ما. ممكن مثلا وسيلة مواصلات يعني دائمة بالنسبة لك؟ يعني ممكن مثلا 3 مرات أو 4 مرات في الأسبوع يعني. طب بتستخدمها ليه؟ بستخدمها عشان ممكن رايح شغلي، بتوفر طريق الدائري عندي كذا حاجة. وأرخص مش كده؟ لا مش حتة أرخص والله، يعني حتة إن هي بتوفر وقت أكتر ما هي أرخص يعني. طيب في اللي هو التاكسي النهري ده هيتعمم، الحكومة عايزة تعممه، هل ده ممكن يبقى بديل آمن وبديل معقول بالنسبة للمواطن؟ والله هو لو اتعمل طبقا لشروط آمنة هتبقى حاجة كويسة يعني، لو اتعمل طبقا لشروط امنه تبقى حاجه كويسه. وكمان لازم نحط برضو في اعتقاد ان هو يبقى بمقابل مادي زي المعديه دي يعني. لا ده هيبقى اغلى. هيبقى اغلى، يبقى في ناس مش هتستخدمه، انه 3/4 الناس اللي بتركب ناس يعني ماديا على قدها جدا يعني. حضرتك الرئيس بتاع المركب. اتفضل. بتعملوا كام مشوار كل يوم؟ ما اعرفش قد ايه. المعديه تتحمل امشي على طول، على طول ما اقدرش اتاخر. طب من الساعه كام للساعه كام؟ من 6 لحد 12 بالليل. طب تلتزم بالعدد المسموح؟ سيادتك ايوه. العدد كام العدد؟ في كل ناس سيادتك حسب عدد، في 46 في 56 في 66 في 76، عدد مظبوط يعني، جد في عدد بالظبط. السلام عليكم. السلام، اهلا وسهلا. صاحب المعديه ازيك؟ كم معديه عندك؟ عندي 22 معدية الحمد لله كله تمام. طيب كل معدية بتحمل كام؟ في عدد معين؟ في من 150 ل 100 ل 80 وكل زي ما كده متشاف كده يعني. ما 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 وسائل الأمان في المعدية 200%، 2000%. احنا هنا تمام والحمد لله، وعندي بابور عطل، تبص تلاقي بابورين ثلاثة، في ثلاثة في الورشة والصيانه دايريه. امال المراكب اللي بتغرق دي بتغرق ليه؟ دعوه بيها. عندنا الرقابه كل جمعه بتمر، مسطحات كل يوم بتمر. انت رايك ليه بتغرق؟ مين؟ المراكب. اهمال من صحابها بقى ووضعها. بعد أن استمعنا إلى آراء مختلفة للمواطنين لأصحاب المعدية، جاء الدور على الحكومة لنستمع إلى تقييم ولنحاول التعرف على إجابات للأسئلة التي طرحها العديد من المواطنين ونطرحها نحن هنا مع رئيس هيئة النقل النهري اللواء رضا إسماعيل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. سيادة اللواء، كم معدية في النيل بطول مصر، بطول نهر النيل من الشمال إلى الجنوب؟ حوالي 285 معدية. هل كل المعديات فيها وسائل الأمان اللازم؟ احنا دورنا ان احنا بنطمن وبنفتش وبنعاين جميع المعديات وغير المعديات وبنتأكد ان هي آمنة. يعني احنا لاحظنا النهارده يعني سالنا عن اللي هو اللايف جاكيت موجود بس ما حدش بيستخدمه. موضوع اللايف جاكيت ده يعني موضوع بالنسبه للمواطن المصري البسيط
هو بيحس ان هو لما يلبس اللايف جاكيت ده او ستره النجاه ان هو عبء عليه يعني او حاجه بتأيده. لكن يعني انا ممتاز هذه الفرصه ان انا اقول مع حضرتك ان ستره النجاه دي مهمه جدا 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 جدا، يعني ان المواطن اللي بيركب اي مركب في النيل انه هو لازم يرتدي هذا الجاكيت، علشان لا قدر الله لو نتيجه اي حاجه هو ده اللي هينجيه يعني. هل كل المعديات مترخصه؟ المعديات بالتحديد معظمها مترخصه. احنا بنفتش وبنطلع حملات مع شرطه البيئه والمسطحات، بنتاكد من تراخيصها ساريه وبنتاكد من سلامتها ومعدات السلامه واللايف جاكيت العدد طبقا لحموله المركب، وان عدد سترات النجاه مطابقه لعدد الركاب اللي بياخدهم. طب ايه العقوبات اللي بتوقع على صاحب المعديه او صاحب المركب لما ما بيكونش عنده ترخيص، لما بيحمل ركاب ازيد من الحموله القانونيه؟ بتتدرج المخالفات اللي بتتم سواء المعديه او اي عائمه في نهر النيل طبقا للمخالفه. في مخالفه بتوصل ان بيتم ايقاف هذه المعديه او هذه العائمه اللي ماشيه في نهر النيل. اذا كان مخالفه يعني هنقول جسيمه شويه او كبيره شويه ده بيتم ايقافه تماما. في حاجات بتبقى بسيطه احنا بنديله فرصه بنديله ايقاف، بس مجرد ان هو يزيل هذا الملحوظه اللي عنده يعني بنرجع تاني بعد المعاينات وكل الاجراءات اللي بتتم بنرجع نديله الترخيص تاني. بعد كل حادثه غرق لمعديه او مركب في النيل يعني بتكون في انتقادات للحكومه وانتقادات لهيئه النقل النهري، وبيكون في اعلان عن اجراءات ستتخذ، وبعدين ما الناس ما بتشوفش حاجه. انا اؤكد لحضرتك ان بعد غرق المركب حادثه ورقه بالتحديد يعني في هذا الوقت اللي هي كان في الاسبوع الاخير من شهر 7 ان اتخذت بعض الاجراءات مهمه جدا واحنا نفذناها بالفعل وما زلنا بننفذها لغايه دلوقتي. بعد كده حصل حادثه بتاعه كفر الشيخ، احنا شغالين على بعض الاجراءات الجديده. يعني الدكتور سعد الجوشي وزير النقل وجه توجيهات معينه احنا دلوقتي بندرسها مع وزاره الحكم المحلي او المحليات بالمحافظات ومع وزاره السياحه ومع هيئه الثروه السمكيه، بحيث ان احنا نشوف ايه التشريعات اللي هي ممكن تبقى متداخله شويه لتحديد المسؤوليات. فاحنا شغالين على هذا الموضوع ان شاء الله، يعني مش عايز اقول توقيت بس يعني نتيجته ان شاء الله هتكون احسن شويه نتيجه اختلاف الاختصاصات. يعني اتكلمنا عن الاتوبيس النهري اللي هو المفترض انه يعمم دلوقتي في القاهره الكبرى. الاتوبيس قصدي حضرتك التاكسي التاكسي النهري احنا يعني خلاص تقريبا في نهاياته، يعني تم مراجعته قانونيا وفي وقت قريب جدا، يعني مش عايز اقول عشان يعني التوقيت ممكن تحصل مثلا حاجه تعطلني ايام يعني، لكن هو تقريبا اتراجع قانونيا خلاص الاسبوع اللي فات. كنت انا حتى في بعض اللقاءات بقول احنا لسه المراجعه القانونيه تم مراجعته قانونيا. النهارده ان شاء الله كده في يعني اجتماع كده مصغر على النموذج اللي احنا هننفذه، وان شاء الله في خلال برضو وقت قصير جدا هيكون موجود التاكسي النهري في النيل. طب احنا هننتهز فرصة وجود صاحب المعدية هنا الرئيس رشدي موجود على اساس ان احنا نحاول نتعرف منه في وجود حضرتك سيادة اللواء وحضرتك يعني رئيس هيئة النقل النهري، نتعرف على مطالب ربما. اتفضل يا حاج يا رئيس، نتعرف على مطالب اصحاب المعديات من اللي موجهه لهيئه النقل النهري. ايه اهم المطالب اللي انتم بتوجهوها لهيئه النقل النهري يا رئيس؟ يعني انا جايب لانش تاني ادخله المعديه يشيل 200 راكب. انا كل سنه بطور نفسي، كنت بشغل المعديات ب 50 60 راكب بقى 100، بقيت بنزل لانشات 150 200. اشتريت مركبين من واحد، رخصت واحد والتاني كان فيه عمرة طلع على الورشة قعد سنتين ثلاثة عشان الفلوس والضبط وتوضيب حلوة. جيت الهيئة بقى رخص، قالوا لا الحكم المحكمة ما ملزمناش سجل. طب الناس اللي انا اشتريت منها ديت بقى لها 5 6 سنين ماتوا،
يمكن واحنا نتكلم مع سياده اللواء يعني لاحظنا انه يعني ستره النجاه ما حدش ملتزم بيها، ده انت دورك ايه بقى فين؟ معدي خمس دقايق البسك ستره النجاه. لا ما ممكن خمس دقايق دي يغرق المركب. لا المركب دي بيشيل 150 واحد، عدده 150 واحد، كعمل يافطه او على جسم المركب 146 واحد. نهار ما بركب فيه بركب فيه 60 70 50 واحد. نسمع تعليق من سياده اللواء. لا احنا كنا بنتكلم حضرتك على ان سواء خمس دقائق صحيح المسافه قصيره، بس ستره النجاه مهمه جدا للمواطن اللي لازم يلبسها. ممكن يكون هو متضايق بس بالاصرار، يعني بالاصرار ان هو لازم، حضرتك ما تغادرش من على البرطوم او المرسى ان هو لازم يكون لابس، ده امان ليه. عندنا اللي هو ستره النجاه موجوده تحت، هي نطورها في المركب موجوده. اي حاجه لو اي حاجه كل واحد ياخد جاكيته موجوده على الكرسي هنا، كلها موجوده. طب حضرتك يعني حد من طاقم يعني افراد الطاقم يعني لما بيجي الركاب مثلا يعملوا الرحله القصيره دي بيوعيهم بيقول لهم والله الجاكيت بتاعك اهو، عوامة النجاه اهي، الكلام ده بيتم يعني كلهم كل حاجه هنا راكب اسال الباشا يعني كلهم فاهمين كل حاجه. ليه؟ لا مش فاهمين كل حاجه، مش موافق انا يعني لا يعني لا إيه؟ عايز حد يقول له برضه بالراحه وبيوعيه. الباشا احنا برضه بننبه يا جدعان، ولو لقيتوا مركب زحمه محدش يركبه، ولو ركبت مش عارف في كذا يا ولاد كذا في كذا. انا عايز اقول لحضرتك ايه، يعني مثلا معديه زي دي كبيره 146 بتشيل 146 فرد، فكبيره، فلما لما لما يشوفوا ان حضرتك كده بتوعي الناس وبتخليهم يلبسوا ستره النجاه، المراكب اللي اصغر من كده او المعادي الاصغر هتلتزم، هتشوف حضرتك هيعمل مع الوقت يعني مع الوقت يعني عشان ممكن اطلع لك ستره النجاه وقف. ممكن اللي انا البس 50 نفر في ساعه، وخناقات وست جايه وبنت جايه معديه. لا انما لو رحله طويله ساعتين ثلاثه ساعه دي كلها 10 دقايق. لا انا بس يعني بعد اذن حضرتك يعني ايه، انا عايز اقول حاجه رشدي، ايه ان الكلام ده ايه ممكن احنا ده المواطن البسيط محتاج ان حد يقول له مره ومرتين وثلاثه، وهي ممكن تيجي بالتدريج يعني. يعني احنا ما بنقولش احنا بنوعي. انا بشكرك رئيس رشدي وبشكر حضرتك سياده اللواء رضا اسماعيل رئيس هيئه النقل النهري. بهذا تنتهي رحلتنا النهريه وتنتهي معها فقرتنا الخارجيه لحلقه هذا الاسبوع من حوار القاهره. نلقاكم في حلقات مقبله على سكاي نيوز عربيه باذن الله. الى اللقاء.